النهاردة في شرح regular expression. يعني ايه regular expression؟ regular expression هو عبارة عن مجموعة من العلامات اللي بتحدد لي، مجموعة من العلامات اللي كل علامة ليها معنى وكل علامة بتمتش حاجة معينة. طب ايه هي العلامات؟ العلامات اللي هي الاس او الباك سلاش اس معناها ماتش الاسبيس. طب لو كابيتال يبقى ماتش اي حاجه بس ما تكونش سبيس، الدي ماتش الديجيت، دي كابيتال اي حاجه بس ما تكونش ديجيت، دبليو او الباك سلاش بعدين دبليو معناها ماتش اي حرف او اندرسكور. لو كابيتال يعني اي حاجه بس ما يكونش حرف او اندرسكور، ممكن يكون بنكتويشن ساينس، ممكن يكون سامشن ماينس اي حاجه، كولون وات ايفر. الدوت نفس الكلام بس بتتعامل مع كله حروف وبنكتويشن واي حاجه او سبيس واي حاجه. البي او الباك سلاش بي معناها بقول له انكر اون ستارت. يعني ايه انكر اون ستارت؟ واحط واحده زيها انكر اون اند. لو حطيت واحده في الاول واحده في الاخر بقول له لو في حاجه تانية بتماتش الاكسبريشن بتاعي ما تبصلهاش. هنشوف الكلام ده. نفس الكلام دي معناها انكر اون ستارت، والدولار ساين معناها انكر اون اند. طيب نشوف الكلام ده عمليا. ده اديتور او اونلاين اديتور اهو، ده الموقع بتاعه. هحطه طبعا في الـ ماشي. هنعمل بيست تمام. اوكي، عايز ابدا ماتش بقى. انا قلت ان الدبليو بتعمل ماتش للورد تمام. شيل الجروب. العلامه الزائد دي معناها ايه؟ معناها كونتينيو انتل يو فينيش ذا وورد. هنلاحظ ان هو خلص الورد تمام. طب ارجع لو قلت له دي وكنتينيو، يبقى انت كنتينيو انتل يو ان انت خلصت او فينيشت انتل يو فينيش ذا لاين تمام. تمام ادي الدبل كنتينيو. الاس قلنا ان هي سبيس تمام. الكاركتر دبليو كنتينيو، العلامة دي قلنا تبقى W كابيتال تمام. سبيس كاركتر كونتينيو انتل يو فينيش ذا وورد. اللي حصل تمام. سبيس ديجيت كمان واحد ديجيت. طب انا ممكن اشيل الديجيت ده واقول له عدد الديجيت بتاعك 2 يبقى ده كده اسمه ايه؟ ده كده اللي اسمه الايتريشن. طب ممكن ابلاي الاثنين ده على كله؟ ازاي؟ انت لو عملت كده انت عملت ابلاي على كله، بس هو مش لاقي حاجات بالمواصفات دي متعادة مرتين. هو مش لاقي، عشان كده هشيل الاثنين برنسيس. البنسيتس دي مفيدة ايه؟ مفيدة في موضوع الجرومينج، هنتكلم عن موضوع الجرومينج بعدين. عملت اتريشن 2 تمام. لاحظ ان هما كيرلي بلاكتس ها تمام. دبليو ممكن احط دوت، انا ممكن احط دبليو كابيتال او احط دوت. احنا قلنا الدوت بتتعامل مع كل حاجة. سبيس ممكن بدل برضو كده احط دوت، لان الدوت بتتعامل مع كل حاجة. طيب معلش سبيس ديجيت كم واحد؟ انا عايزه يتعاد 4 مرات، 1 2 3 4 تمام. 4 مرات خلص ال 2009 خلص 2009 تمام. طب ممكن اقول له كونتينيو انتل معلش نرجع تاني. انا هنا كاركتر تمام، خلص الكاركتر. عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له كونتينيو انتل ان انت وصلت للكولون دي. هعمل ايه؟ هقول له كونتينيو يعني بعديها احط تمام. بلاش تعمل كونتينيو. يبقى احنا كده في الحالة دي هو عمل ايه؟ خ
خد كاركتر وقال قلت له بعد الكاركتر لازم بعد الكاركتر يكون فيه علامة الكولون. فبدل ماشي ماشي لغاية ما لقى الكاركتر اللي هو 3 بعدين خد بعديه الكولون. تمام. طب ما في كولون هنا. لا ما انت مش عامل جلوبال. انا قلت هو في كولون هنا. طب هو ما خدش الكولون هنا ليه كمان؟ لو عملنا جلوبال هياخدها ككاركتر او كورد. انت ايه اللي كونتينيو انتل يو فين الزور. تمام. طب ايه الجلوبال هنتكلم عن موضوع الفلاجز. هي حاجة من الفلاجز هنتكلم بعدها بعدين. ولكن انا دلوقتي قلت له كونتينيو انتل ان انت توصل للعلامة دي. تمام. نشيل. تمام. طبعا انا شرح كل حاجة هنا. معلش اف ده انا مش عايز الثلاثة. لو مش عايز الثلاثة الحالة دي هتقول له ايه بقى؟ هتقول له دبليو. او مش دبليو مش شايف. يبقى انت كده قلت له كونتينيو انتل ان انت توصل للعلامه الكولون. تمام. طب لو عملنا علامه الفاصله فهو عمل كونتينيو لغايه ما وصل للفاصله. تمام. ماشي. بس كونتينيو اف ده انا مش عايز ال انا عايزه. تمام. لو انا قلت له كده وقلت له انتل ان انت وصلت للدبليو لعلامة الفاصلة هتعمل ايه؟ لازم يكون مفيش سبيس او حاجة بحيث ان كل اللي ما بينه ما بين الستارت الحرف الاولاني واخر حرف اللي هو اللي انت بتقوله انا عايزك تنتهي عند عند الكومة. الكومة دي لازم يكون كله بيماتش. وانا ماشي كده بتماتش يا اما وورد يا اما اندرسكور حرف او اندرسكور حرف. طب لو في سبيس لا هيقطع عندك. هيقطع وهيبدا ياخد من بعد كده. عشان كده ماشي. تمام. How can I do iteration؟ قلنا الاتريشن بيتعمل عن طريق العلامتين دول. ممكن ابلاي على كل البتاع عن طريق اتنين برنسيسس كده اهو وبحط جوه بقى الاكسبريشن بتاعي بس لازم يكون متاح عندي. ماشي. How can I apply number of characters؟ تمام. عايز تابلاي number of characters هتحط W. ماشي. وهكنتينيو. بس هكنتينيو هنروح الكيرلي بلاكتس. البداية بتاعتك 2 والنهاية بتاعتك 6. ماشي. ماشي. ايه اللي حصل؟ معلش انا عايز اكتب من اول جديد. هنكتب اه هنلاحظ الايه. هو ما شافش الايه. ما شافهاش. اول ما كتبت له اتش لان ده المينيمم او المينيمم كفترة يعني. فبقول له المينيمم بتاعك 2 كاركتر. تمام. الماكسيمم بتاعك كام؟ الماكسيمم بتاعك 6. فهيوصل 6 وبعد كده مش هيماتش حاجة. تمام. مظبوط. يبقى احنا كده عرفنا. ممكن احط بدل ال W دي احط. تمام. تمام. يبقى انت كده يبقى احنا كده عرفنا ان انا ممكن احط دوت او ممكن احط اللي هي الباك سلاش بعد كده دبليو. وبرضك موضوع الكنتينيو مهم جدا يعني. طيب ماشي. اللي بعده
how can I do period of matching characters؟ period يعني ايه؟ ما هو معلش هو البريود يعني ايه؟ يعني بتقول انا عايز مثلا من حرف الايه لحرف زلت، تمام؟ انا عايز من ايه لزلت، فانا هكتب كده، هنلاحظ ان هو بيماتش ليه؟ لانه من ايه لزد. لكن انت لو قلت له من ايه لدي مش هيماتش. هنكتب كده الايه، هو مش شايف الايه اصلا، هو بيتعامل معاها على انها تمام. انت قايل له هنا من ايه لدي، تمام، من ايه وادي لدي كان تاني، معلش الاف مش معانا، الاف مش معانا. طب انا ممكن اختار حروف، ممكن اختار ايه دي بي كده، انا اخترت حروف انا عايزها، ممكن اكتب ايه بي سي. لو عملت العلامة دي، احنا قلنا العلامة دي هي الانكر، لا، طب لو عملتها كده معناها نوت، لو جوه الاتنين سكوير براكتس معناها نوت، يعني ما يكونش من دول، فهنلاحظ تحت ما بيماتشش حاجة كده، هو بيماتش لان هنا في الايه وفي الدي، هو مش عايز غير الايه والدي، تمام. هنرجع تمام ايه اس، الاس مش معانا. طب انا لو عايز الاس معانا، معلش هو كده هنكتب اس تمام معانا. طب لو انا عايز، لو عايز من 1 لـ10 مثلا او من 1 لـ5، انا كتبت هنا من 1 لـ5، لو كتبت بعد ده 5 موجودة، لو كتبت 6 مش موجودة، مش موجودة، تمام. انا اخترت، يبقى هي دي البريود، بقول له اما الحروف لوحديها كده، او اقول له مثلا من ايه لزد، او من ايه كابيتال لتد كابيتال، او من 1 لـ5، تمام ماشي. يبقى ده كده البريود اوف كاركترز، تمام. What is the flags؟ الفلاج بقى هي ايه؟ تلات، الجلوبال والاجنور كيس والاكستندد، انا مش هاخد غير دول. لو هنلاحظ، لو هتك جلوبال، هنلاحظ تحت كده هتكيت جلوبال ايه حصل جي، لو اتكيت اجنور كيس هيبقى اي، اجنور كيس اكستندد هنلاقي اكس، هم دول اللي بيسموا الفلاجز، تمام. موجودين في السي شارب، موجودين عن طريق ان انت بتقول له regular expression option، ادي الكلاس بتاعك وبتحط هنا الباترن بتاعك وهنا الاوبشن، لو قلت دوت بيبدا يطلع لك كانيوميريتر الفاليوز بتاعته، ولكن الجلوبال هي مش موجوده الصراحه في السي شارب. طب هي فايدتها ايه الجلوبال؟ فايدتها مثلا انا عندي مثلا ايه كده اهو، يبقى هو كده بيمشي ايه؟ بيمشي الايه، تمام. لو هنا مثلا تكست، هو خد اول ايه، لو قلت جلوبال هياخد كل الايه اللي موجوده في البتاع. في السي شارب حاجه اسمها ماتش كلاس، الماتش كلاس في حاجه اسمها نيكست ماتش، هي بتحلل الموضوع ده، بتحلل موضوع الجلوبال. والاجنور كيس بقول له سواء كابيتال الاجنور كيس او سمول، تمام. ولذلك انا في السي شارب ما بكتبش غير الباترن هنا، لا ريجوال اكسبريشن لو اتنين فورورد سلاش وبعد كده الفلاج بتاعي ده في البي اتش بي والجافا سكريبت، بس لازم تكتبه ما بين اتنين فورورد سلاش. مش فاكر البي اتش بي نفس الكلام ولا ايه، تمام، ولكن هو نفس الالجوريزم يعني، خلاص ده الفكره. طيب What is the groups؟ الجروبز انت تحط الـ لو انت مثلا كاتب حاجه لوك بيهايند او لوك افتر او كاتب اف كونديشن، بتحطها ما بين اتنين برينتسس. ليه بقى بتحطها ما بين اتنين برينتسس؟ ليه؟ عشان تنظم، بحيث لو حد بيشوف الريجوال اكسبشن يفهمه. هاو كان اي دو كونديشن؟ الكونديشن ببساطه ادي اهو، بكتب مثلا دي، لو لقيت دي هتعمل ايه او زين شوف الكولون. طب ما لقيتش الكلون، العلامه دي معناها ايه؟ معناها اور، او معناها قصدي else،
إلس ما لقيتش بتاع شوف سبيس. تمام، دي جملة الايه في البساطة. هنا في خمسة هيشوف لقى تلاتة، تمام تلاتة لقيت تلاتة خلاص، ايه في تلاتة موجودة، هي تلاتة موجودة كاركتر ديجيت. تمام، لقيت بعديها دي اعمل عملية ماتش. تمام، ما لقيتش التلاتة وما لقيت ايه لقيت يعني ايه في تلاتة موجودة، هتعمل كده إلس يعني دي مش موجودة، ماتش الاسبيس، الاسبيس اللي هي دي كده سبيس، فهتلاقي ماتش لك الاسبيس. ماشي، هاي ماتش الاسبيس. ماشي، دي جملة الكنديشن ببساطة. ايه اللوك بيهايند واللوك افتر؟ ببساطة جدا اللوك بيهايند هو في منها اتنين، بوزيتيف لوك بيهايند ونيجاتيف لوك بيهايند. اللوك بيهايند انا مش عايز ده كده لوك بيهايند، وهي لو نلاحظ العلامة دي اللي هي نوت ايكوال دي معناها بقت نيجاتيف، لو في علامة ايكوال بقت بوزيتيف. طبعا بيلوك بيهايند على ايه؟ بقوله لوك بيهايند والحد بتاعك اللي انت تمشيه من اتنين لخمس كاركتر، المينيمم بتاعك اتنين والخمسة، والخمسة دي الماكسيمم. تمام، فهو هنا اهو هيفضل ماشي، هيفضل ماشي لغاية ما يوصل للاس. اول ما يلاقي الاس انا هنا معناها ايه؟ معناها بقول له اي حاجه بس ما تكونش اي حاجه من دول اللي هو البيهايند، بس ما تكونش هنا، ما تكونش اس، ممكن احط له ديجيت، ممكن احط له كاركتر او اللي هي وورد مثلا. فهيفضل ماشي بس اكتر حاجه عنده خمسه. ها، لو قبل خمسه ولقى الاس مش هيشوفها، يعني هو كده نخلي ان هنا خمسه مثلا على سبيل المثال، هو مش خمسه، هيعمل ايه؟ مش هيشوفها خلاص، يبقى دي كده مش هيعمل لها عملية ماتشنج، هيماتش الحاجات اللي قبل كده بس هي هو مش شايفها. تمام، طب وهنا؟ هنا بوزيتيف بقى، بوزيتيف ليه؟ لأن هنا في ايكوال. تمام، برضك نفس الكلام، أي حاجة لو في اس هيفضل ماشي ماشي، أول ما يلاقي الاس هيروح عامل عملية ماتشنج. هنا نتخيل إن هنا الاس وإن احنا قبل خمسة، ها؟ هيروح واخد ماتشنج لكل ده، معلش الحته دي بس. ماشي ماشي، ده برضو ده كده بقى مش لوك بيهايند، ده لوك لوك فورورد او بيسموه لوك اراوند. يعني اللوك اراوند نفس الكلام، ولكن بتبقى الحاجه اللي انت عايزها تشوفها او تقارنها بيها بتكون بعد كده. يعني ايه بعد كده؟ يعني انا بقول له لو لقيت ديجيت نمبر بقول له خد اي دبليو، اي حرف ولكن ما يكون فيه ديجيت. فهو هنا حرف، اول ما لقى الحرف وبعد كده بدا يسلكت كله. طب طبعا دي مشكله، ليه؟ لان هنا في كونتينيو، ليه خد اللي بعده؟ عشان الكونتينيو. ولذلك انت محتاج ان انت تقول له ايه؟ محتاج انت تقول له انكر اون ستارت وانكر اون اند. تمام، هنا اهو انكر اون ستارت وانكر اون اند، ويبقى ديجيت، وبعد كده بقى لوك 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 اراوند او لوك فورورد على الكاركتر. انت كده عملت ابلاي ان هو لازم يكون فيه ديجيت، فمش هيجي لك دول بقى، هيجي لك الاربعه بس. تمام، يعني انت بتقول له لو في يعني ايه، معلش، يعني انت لو كتبت اتنين كده ماشي، اول ما هيلاقي جي هو انت قايل له انا عايز ديجيت بس، اي حاجه من دول بس تكون ديجيت، وعملت الانكور بتاعك. ولذلك لو لقى جي هو مش هيعمل لك عملية الماتشنج. تمام، يبقى موضوع الانكور ده مهم جدا جدا، هو ده اللي احنا هنستخدمه هنا. نوت ايكوال او بيسموه نيجاتيف لوك لوك اراوند او لوك فورورد، يعني اي كاركتر او اي حرف بس ما يكونش فيه ديجيت. تمام، يعني هنكتب كده اول ما هيلاقي ديجيت مش هيعمل عملية الماتش. تمام، ده اللوك اراوند واللوك فورورد. هنشوف الكلام ده كله طبعا عملي، هنشوف الكلام ده كله عملي. هو الشرح، طب هنشرح ايه؟ طيب هنشرح هنشرح 3 باترنز. اول واحد عباره عن ايه؟ عباره عن باسورد. الباسورد لو هنشوف كده، انا قايل له اهو لوك 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 فورورد، اي لوك فورورد على ايه؟ عملت الانكور بتاعي وبقول له الحد بتاعك من خمسه لسبع كاركترز، يعني اقل حاجه يكتبها خمسه
واكتر حاجة 7. واعمل ابلاي، خلي بالك الانكر دي اون اند والانكر اون ستارت، اعمل ابلاي على كل الفورورد ليه ده كده اللوك فورورد على كل اللي جاي ماشي. طب هنا برضو بيلوك فورورد، هنا بيلوك فورورد ماشي. هنا بقول له ايه؟ بقول له انك اني اي حرف بس ما يكونش في بنكتويشن او في يبقى في بنكتويشن. هنا هنا نوت، معلش النوت دي معناها ايه؟ معناها اي حاجه بس ما تكونش بنكتويشن او اي ساين او شارب او وات ايفر. نفس الكلام اي حرف بس يكون هنا يساوي، معلش هنا يساوي معناها بس يكون ديجيت. طب لو مش ديجيت لا بتماتش. ما لا انت هنا بتتعامل مع الديجيت، ولذلك هي بتاع لازم تحتوي على ديجيت، لان هو مش هيشوف اي حاجه لغايه ما تكتب له الديجيت. اول ما تكتب له الديجيت هيعمل لك عمليه الكونتينيو للورد او للحروف بتاعك. لذلك هو الباسورد لازم تحتوي من 5 لـ7 حروف او من 5 لـ7 كاركترز، لازم يبقى فيها ديجيت، لانه لو مفيش ديجيت مش هيعمل لك الكونتينيو، ومهم جدا الكونتينيو تمام. وانت هنا قايل له لوك فورورد تمام، ما يكونش فيها علامات اللي هي علامه يساوي علامه البنكتويشن نمبر، ده الباسورد تمام. هنران كل الكلام ده ونشوف دلوقتي. طب اللي بعده، معلش انا قعدت اعمل ستارت، انا عايز اشوفها. او اللي بعده يو ار ال، هكتب كده احمد في سبيس، لا غلط، هي كده اقل من 5، كده وصلت 5. معلش اللي حصل لها، انا قايل من 5 لـ7 حروف نوت ماتشنج. طبعا هو هنا الباترن 1، باترن 1 بي تي تي اي ار اي ان 1 تمام. طيب هو ال معرفش عايزه واحد انكر ولا ايه؟ ممكن تكون عايزه مثلا كده نجرب الايميل كده. شغاله ليه؟ عشان ما بتحتويش على ديجيت. انا عرفت، معلش لازم تحتوي على ديجيت. اول ما هنقول له الديجيت بس تكون اقل من 5، يعني 1 2 1 مثلا، يعني مثلا احمد ومعديها 5 تمام. المينيمم بتاعك 5 حروف، ما تعديش الماكسيمم. يعني ايه؟ لو عديت الماكسيمم هيقول لك نوت ماتش. اقل من سبعة ماتش، ولازم تحتوي على حرف. نلاحظ هو ما فيش حرف فقال لي نوت ماتشنج، اول ما هلاقي الحرف هيقول لي ماتشنج تمام. اللي بعده يو ار ال، لو هنشرحه هنمشي اهو. لوك بيهايند، ما يكونش فيه سبيس تمام. وانكر اون ستارت، لا معلش انكر اون ستارت وانكر اون اند، ويكون اي حاجه غير السبيس او اللي هي الاندرسكور تمام. ولوك اراوند او لوك فورورد تمام. هتماتش الاتش تي تي بي تمام. اف لقيت اس زين شوف الماتش الكولون، الس ما لقيتش الاس هتعمل ايه؟ طب لو ما لقيتش الاس ايه اللي هيحصل؟ لو ما لقيتش الاس ماتش الكولون ماشي، بحيث ان هو ممكن يبقى اتش تي بي او اتش تي بي اس ماشي. بعد كده ماتش الاثنين فورورد سلاش الدبليو دبليو، بعد كده كونتينيو انتل
او مش كنتينيو، انت دلوقتي الدوت هتلاقي قبلها الدوت لو لوحديها هتبقى اللي هي اللي هي ك تماتش كاركتر يعني. طب انا مش عايزها تماتش كاركتر، انا عايز الدوت كعلامة بحق وحقيقي، فهتحط قبلها باك سلاش. الباك سلاش هي اللي بتحل الموضوع ده. تمام، بعد الدوت بقول له كنتينيو انتل ان انت وصلت الى continue بعد الدوت until ان انت وصلت الى الدوت التانية. ماشي، ادي الانتل بتاعتنا اللي هي الزائد، وقلنا دي اللي هي بس لازم في الطريق او في السكة ما تكونش في حاجة مش بتماتش. ماشي، هي عادة الدوت يعني الدوت كدوت اهي الدوت اهي دي كده ككاركتر كتماتش كاركتر. تمام، كنتيني وانتيل ان انت وصلت للدوت بقى. تمام، بس يكون من A ل M وفي C و O و A دي الحاجات او البريود اللي انت عايزها، من A ل M و C و O. تمام، ويكون بعد ما توصل للدوت انا كده مثلا www مثلا دوت احمد دوت كوم. انا دلوقتي بتكلم على اللي بعد الدوت اهو، او انتيل ان انت وصلت للدوت اللي هي التانية اللي لازم يكون يا اما سي يا اما او يا اما ان يا اما تي يا اما اي يا اما جي، ويكون من 2 ل 4 حروف. تمام، من 2 ل 4 حروف ده كده تمام. نشوف حاجه مثلا اتش تي تي بي ماشي www.ahmed.com ايه ماتشنج. طب لو هنحط هنا اس مفيش مشكله ماتشنج برضو. طب لو في بعد كده اي حاجه بقى اللي هي الاسماء بتاعت البيج هيلاقيها ماتشنج برضو. طب لو انا زودت عن 3 حروف انا هنا قايله من 3 ل 4 ماشي، لا قايله من 2 ل 4. تمام، لو زودت عن 4 هنلاقي نقول له من 2 ل 4 طيب المينيمم بتاعه 2 المينيمم بتاعه 2 كده ماتشنج. طب لو حرف مش موجود هنا يعني ايه؟ يعني مثلا لو قلت له ال موجود طيب ماشي. ده الموضوع. الاثنين لاربعة. طيب هنكمل في الفيديو الجاي. كان معكم احمد زكريا.